بالتأكيد يبحث عن الفوز الرابع وتحسين مرتبته السادسة التي يحتلها في المقابل اتحاد العاصمة. اليوم سيسعى من أجل تحقيق الصعود إلى منصة أو المقدمة برفقة شبيبة القبائل. الفوز اليوم سيضعه في المقدمة وسيتشاركها مع شبيبة القبائل اتحاد العاصمة أو بلدية بجاية الفريق الضيف. في الأثناء تنطلق المباراة بين الاتحاد ومولودية بجاية الموب. الفريق الطيف يدخل اليوم بالتشكيلة الآتية في حراسة المرمى: بن شريف، توري، اللاعب المالي بوحاشيم، كادوس، عيبوت، بلحسن مزاري، طهار، وأيضا أمقران في الهجوم، هريدة وسلطان يدرب الفريق، خير الدين مضوي في مباراته الثالثة مع فريق مولودية بجاية. الاتحاد اليوم يدخل كالعادة بتشكيلته المعتادة: زماموش، محمد الأمين، شيتا، موسى، أسامة، بن يحيى، محمد شافعي، فاروق، يايا، فوزي، مزيان، عبد الرحمن، عرجي، وليد، وشريفي، رضوان، بو دربال، رفيق، كودري، حمزة، وبن غيت. عبد الرؤوف يدرب الاتحاد كما هو معلوم. ثيري فروجي الفرنسي المباراة يقودها ثلاثي التحكيم بقيادة أعراب كحكم ساحة بمساعدة بن ناصر وبن عمير. الحكم الرابع في هذه المواجهة هو إيت أمر. إذن المباراة في دقيقتها الثانية، مباراة ينتظر منها الكثير، ينتظر منها أنصار الاتحاد، أنصار الأحمر والأسود. اليوم هي مباراتهم، هي مباراة الفرصة من أجل اشتراك الريادة مع شبيبة القبائل. الاتحاد العاصمة يقولون بأن الفوز اليوم ضروري بالنسبة لهم، وفي المقابل المولودية كذلك التي تتفاوض بشكل جيد خارج قواعدها، خاصة بحنكة مدربها خير الدين مضوي الذي يقود اليوم تقريبا مباراته الثالثة، حيث سبق وأن فاز على دفاع تجنانت بميدان هذا الأخير بهدفين لهدف، وعد بتعادل ثمين في الجولة الماضية من أمام اتحاد بلعباس، ويسعى اليوم للتفاوض جيدا خارج ميدانه والعودة على الأقل بنتيجة التعادل وخطأ لفائدة اتحاد العاصمة. في هذه الأثناء اتحاد العاصمة يحاول للهجوم، يحاول تهديد مرمى الحارس بن شريف، وفي التنفيذ كالعادة الطاهر الأيسر شريفي رضوان، قد تكون مباشرة في المرمى وقد تكون باتجاه الصاعدون أو القادمون من الخلف، شافعي، فاروق، بن يحيى، وأيضا شيتا تلعب مباراة كرة قصيرة لبودربال، محاولة التوسيع تجد بن غيت، محاولة التسديد أو مزيان، لكن الدفاع يتدخل مباشرة إلى كودري حمزة لعادة للمساندة ولتغطية رفقائه المدافعين الذين صعدوا في المخالفة السابقة. الاتحاد يحاول أن يفرض منطقه، الاتحاد يريد أن يفرض منطقه ويتحصل على خطأ في هذه اللحظات لفائدة يايا فوزي. مباشرة الكرة ملعوبة، ولكن تجد المدافع المولودية من أمام مزيان، التماس ملعوب من شريفي رضوان، ولكن الخطأ ضد مزيان على المدافع المولودية. المدافع المولودية قدوس، مباشرة ملعوبة من بن شريف إلى دفاعة الاتحاد، يتدخل بن يحيى، تعود لكودري في وسط الميدان، تبقى الكرة لاتحاد العاصمة مسترجعة، لكن تغطية ممتازة. بن غيت يتدخل أمام إلى زميله الشيتا، يعود إلى فاروق شافعي، خط دفاع الاتحاد والتوليفة دفاع الاتحاد أصبحت معروفة. بن يحيى، الشافعي، شريفي، وعرجي الذي يعود غياب مفتاح الطاهر الأيمن الذي يتواصل
بداعي الإصابة. واليوم عوضه كما فعل في المباريات السابقة عرجي وليد الذي يؤدي دوره بامتياز كظهير أيمن، وأيضا في المهام الهجومية في المساندة. وهذه كرة أخرى ليايا، يايا وفوزي من أمام المدافع، ممتاز ممتاز المدافع مصاري من أمام يايا إلى الركنية، ركنية أخرى للاتحاد. لاحظوا الإعادة، تدخل أو حاول يايا الانطلاق، ولكن تدخل مدافع المولودية بوحنيش. تدخل بوحنيش في غياب بالتأكيد بولدياب قلب دفاع مولودية بجايا. كرة أخرى للاتحاد، ولكن الدفاع يتدخل لبن يحيى، لكن الكرة مسترجعة لشافعي إلى الزماموش. غالبا ما كانت واتسمت مباريات الاتحاد والمولودية بجاية بالندية، غالبا ما تميزت بالإثارة الكروية وبالأهداف أيضا، خصوصا على هذا الملعب، الحديقة المفضلة بالتأكيد لاتحاد العاصمة الذي حقق الفوز على أرضية هذا الميدان تقريبا في 5 مناسبات، آخرها كان أمام نادي بارادو بثلاثية نظيفة، وقبلها أمام أمل عين بليلة، وتعادل في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر في ديربي العاصمة الشهير. التعادل كان من دون أهداف، كان من دون أهداف، والاتحاد اليوم يسعى للعودة وتسجيل انتصار آخر يصل به إلى النقطة 22 أمام بن يحيى، أمامنا بن يحيى، ولكن يتحسن قبل ذلك على خطأ الانطلاق من شافعي لبودربال الذي يدخل اليوم كأساسي يعتمد عليه فروجي. خطأ للاتحاد، العودة إلى زماموش. ابن يحيى يبحث عن اللاعب المتحرر، يجد مزيان المنطلق دائما على الجهة اليسرى، يايا في مراوغة جسمانية ممتازة، وكرة أخرى، التدخل من دفاع مولودية بجاية من مزاري إلى التماس، التماس في تنفيذه الشريفي مباشرة إلى منطقة الجزاء أو إلى بن غيت، تغيير الاتجاه مباشرة إلى العمق، دائما دفاعات المولودية تخسر هذه الكرة لبن غيت، يحاول المراوغة لكن من دون خطأ يتحصل عليها، وخطأ في المقابل لمولودية بجاية يعلنه الحكم أعراب. من أمام بن غيت لاحظوا الإعادة، الخطأ كان واضح في الكرة الماضية، العرقلة كانت واضحة من أمام مزاري قلب دفاع مولودية بجاية. مباشرة الكرة ملعوبة إلى منطقة جزاء الاتحاد، للكرة للتوري، توري ماذا يفعل؟ محاولة الدوران بالكرة لكن يخسر هذه الكرة من أمام الشريفي ومن أمام الشافعي أو من ماليك توري اللاعب المالي. مواليد 95 هذا اللاعب، يلعب كجناح أيسر في صفوف مولودية بجاية. شافعي الآن محاولة الهجوم، هذا انطلاق خطيرة، محاولة المراوغة بشكل ممتاز، الحكم من دون أن يعلن الخطأ، هجوم مرتد للاتحاد في الانطلاق السريع دائما. مزيان مزيان على الجهة اليسرى، محاولة المراوغة والتوغل، يراوغ بشكل جيد ولكن يتحصل في النهاية، يتحصل في النهاية على ركنية كان بإمكان
مزيان التمرير كان بإمكان مزيان أن يفتح بكرة عرضية لزملائه أين يتواجد بودربال. لاحظوا الإعادة من أمام مهاجم المولودية. الحكم قدر بأن لا خطأ من أمام اللاعب مهاجم هريدة أو لاعب الوسط المنطلق من الوسط. تنفيذ الركنية مزيان ملعوبة مباشرة لكن دفاع المولودية هو الذي يتحصل أو يتحصل على هذه الكرة. وبنغيت يرتكب الخطأ مرة أخرى. بنغيت يرتكب الخطأ من أمام اللاعب سلطاني. الخطأ كان واضح من بنغيت. العرقلة كانت واضحة. التنفيذ من قدوس مباشرة ولكن من دون مستقبل إلى ركلة مرمى لفائدة اتحاد العاصمة. مباراة حذرة لحد الآن. مباراة فيها الترقب من الجانبين من عدم المغامرة. أعتقدها مباراة لحد الآن يعني 10 دقائق للاكتشاف بين الفريقين. لا يوجد أي تهديد ولا توجد أي مغامرة منهما لحد الآن بعد مرور 12 دقيقة. مباشرة من بن يحيى لكن الدفاع يقطعها في الوسط. تعود الكرة للمولودية وانطلاقة أخرى من مولودية جاية من مقران. من مقران محاولة التوزيع أو التسديد اليسارية من دون خطأ أو من دون خطر على مرمى زيماموش. من دون خطر على مرمى زيماموش من اللاعب مقران عبد الحكيم. لاحظوا الإعادة لم تكن مركزة بشكل جيد. حاول المباغتة لكنه لم يفلح في الكرة الماضية. كرة للاتحاد. الاتحاد يحاول أن يبني اللعب انطلاقا من وسط الميدان خاصة من الاسترجاع من وسط الميدان الاسترجاعي أين يتواجد كودري والشتاء. وهذا هجوم آخر للاتحاد لمزيان مراوغ ماهر ولكن تدخل المدافع سلطاني. تعود الكرة إلى الاتحاد. تعود الكرة للاتحاد. بنغيت ماذا يفعل؟ محاولة التمرير ولكن توري العائد المساندة ممتازة من توري ولكن تعود مباشرة إلى الاتحاد مرة أخرى. بودربال محاولة التوزيع أو التمرير في العام ولكن الأقرب هو بن شريف الحارس الذي اليوم يخوض مباراته ويأخذ مكان حارس طوال شريف. شريف الذي يعتمد عليه اليوم خير الدين مضوي. مضوي الباحث اليوم عن نتيجة إيجابية أخرى للمباراة الثالثة على التوالي. قلت كان عاد بتعادل ثمين من مباراته السابقة أمام اتحاد بن عباس بهدفين لمثلهما. وقبلها فاز على دفاع تجنانت بميدانه بهدفين لهدف. وكانت تلك أول مباراة رسمية لخير الدين مضوي الذي عوض المدرب ميشيل البقال. شريفي بلغيت في الاستقبال. الشريفي الآن بن يحيى. العودة ومحاولة جلب لاعبي الخصم. الشافعي أكيد ستكون كرة طولية لكن من دون مستقبل ومن دون عنوان ومن دون تركيز. كرة مشتتة هكذا من الشافعي. هذا هو خير الدين مضوي. ثالث مباراة لهذا المدرب الجزائري الذي خاض تجربة في بداية الموسم مع النادي الإسماعيلي المصري ولكنه عاد إلى الوطن. عاد ليدرب المولودية. الـ الـ الـ
الإدارة ترى فيه الخيار الأنسب لقيادة سفينة الموب فيما تبقى في من مباريات الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم. الفريق يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة. فاز في 3 مباريات وخسر 2 وتعادل في 4. فريق خسر أمام مباراة قبل الماضية أمام شبيبة الصورة على ميدانه وخسر أيضا أمام نصر حسين داي على ميدانه. هذه مفارقة الموب. فاز في مباراتين خارج القواعد وانهزم في مباراتين داخل القواعد. زيان إلى بنغيت مباشرة كرة تمريرة ممتازة للشريفي محاولة التوزيع العرضية الزاحفة لكودري محاولة التوزيع. تبادل كروي كان رائع وممتاز وذكي ولكن كودري ارتكب الخطأ على الحارس بن شريف. الخطأ كان على بن شريف يعلنه عرب كان قريبا من هذه اللقطة. سلامات لبن شريف الذي يتألم من جراء هذه الإصابة. طبعا الحكم يطمئن على سلامة اللاعب. لاحظوا الإعادة التمريرة كانت ذكية من مزيان والحكم قدر بأن كودري ارتكب الخطأ. لاحظوا الإعادة كان تدخل واضح من كودري ولو أن اللقطة كانت واحد ضد واحد. الخطأ للمولودية أمام كودري هذا الذي تشاهدون لاعب الوسط الذي يملك الحس الهجومي ويساند في لاحظوا الإعادة كودري مع مزيان وكودري متقدم وكاد أن يلحق على هذه الكرة كاد أن يلمس هذه الكرة قبل أن يتحصل عليها بن شريف أو يدخل في الالتحام مع حارس بن شريف. عودة الميمونة إن شاء الله لبن شريف بعد لحظات. لاحظوا الإعادة التبادل 1-2 بين مزيان وكودري. الخطأ لفائدة الموب. ندخل الدقيقة 18. ندخل الدقيقة 18 وكرة أخرى للاتحاد شريفي ولكن مقطوعة من مقران. مقران يتفوق على شريفي ولكن في النهاية يتفوق مقران محاولة التوزيع العرضية لكن بن يحيى يتدخل. بن يحيى يقطع هذه الكرة خطير. مقران لما ينطلق على الجهة اليمنى خاصة وأنه يلعب بالرجل اليسرى وهجوم آخر للاتحاد. بودربال يراوغ قد يغير الاتجاه لمزيان. الدفاع مرة أخرى. التمريرة كانت ممتازة وذكية جدا من خلف المدافعين وتبقى الكرة للاتحاد. مرة أخرى لبودربال يحتفظ بالكرة. ماذا يفعل بودربال لبلغيت؟ مرة أخرى تعود كرة للاتحاد لمزيان ومحاولة تسديد كودري. الهدف الأول للاتحاد. مزيان يمنح الاتحاد الأسبقية في الدقيقة 19. ممتاز اللعبة وممتاز التمريرة والتسديدة والكرة مرتدة بن شريف. ومزيان القناص دائما ينقد على هذه الكرة ويمنح الاتحاد الأسبقية في هذه الكرة وسط فرحة جماهيرية بالتأكيد كبيرة. فرحة جماهير الاتحاد بهذا الهدف. لاحظوا مزيان كان وراء الكرة والتسديدة كانت من كودري مرتدة من بن شريف. ومزيان دائما لوحده من دون مراقبة. التسديدة الأولى من كودري ومزيان من دون عناء من دون صعوبة من دون مراقبة يضع الكرة في شباك مولودية بجاية. لاحظوا الإعادة. شوف التعامل مع هذه الكرة
وسوء الإبعاد من المدافع أو الوسط عيبوت، ولكن مزيان إذن يمنح الاتحاد ويسجل أول أهداف المباراة. كيف سيكون رد فعل المولودية؟ كيف سيكون رد فعل خير الدين مضوي؟ الاتحاد إذن يفعلها ويتقدم ويبعث المباراة من جديد. مباراة ننتظر بها بلا شك، ننتظر منها الإثارة والإمتاع، ننتظر منها الأهداف. وهذه هي الكرة، وهذه هي الكرة كلعبة تحتاج إلى الأهداف، تحتاج إلى الفرص، تحتاج إلى المتعة حتى يستمتع بها الذين يتابعوننا هنا، يتابعون المباراة داخل الملعب، والذين يشاهدوننا يتابعوننا من خلف الشاشة، شاشة التلفزيون الجزائري. كودري، وهذه كرة منفذة، المخالفة ولكن الدفاع مرة أخرى إلى التماس من دون أن يلحق عليها بودربال لفائدة المولودية. التماس منفذ لتوري ماليك، محاولة الدوران بالكرة، يجد دفاعات الاتحاد مقطوعة. سريعون هم لاعبي الاتحاد بالحقيقة. اتحاد العاصمة خطير في الكرة المرتدة، اتحاد العاصمة سريع بالكرة السريعة، حتى بالغيت يعني المزعة الهجومية تجعله يصل إلى مرمى بن شريف في أكثر من مناسبة وفي أكثر من فرصة. التماس منفذ مباشرة لمزيان لبنغيت أو يايا يخسر هذه الكرة ويرتكب الخطأ، الاتحاد يبحث عن الهدف الثاني دائما أمام هريدة. أمقران حاولة التمرير لكن كرة خاطئة تحصل عليها الشريف رضوان، تعود لأمقران، كرة لمولدية بجاية، سرعان ما تستخلص، سرعان ما تقطع، والهجوم المرتد لبودربال لاتحاد العاصمة، التوزيع في عمق المدافعين لبلغيت، ولكن تسلل، فيه تسلل لفائدة المولودية ضد بلغيت. الكرة والنية كانت حسنة ولكن بلغيت كان متقدما. لاحظوا ولو أنه تقريبا الصورة تقريبا ويظهر لنا أنه كان في نفس الخط تقريبا مع بوحنيش. على كل الكرة ملعوبة للمولودية مباشرة لدفاعة الاتحاد من أمام الشافعي فاروق. مبدأ الأمان، المولودية البجوية سترمي بكل ثقلها، المولودية البجوية لن تخسر شيء وهي متخلفة ومترى خاسرة بهدف لصفر. سيحاول مليك ورفقائه التعديل في قادم الدقائق، وهذا ما سننتظره، أي سيناريو ستكون عليه هذه المباراة. مزاري في وسط الدفاع، رقب تقريبا رجل لرجل على لاعبي المولودية، ما يصعب من مهمة البحث عن اللاعب المتحرر خصوصا في الثلث الأخير من ملعب منطقة الاتحاد، عكس لاعبي فريق الاتحاد الذين يتخلصون من الرقابة ويتحركون بكرة ومن دون كرة، ما يسمح بفتح المساحات وخلق المساحات وبالتالي الانطلاق في هجمات سواء على الجهة اليمنى أو على اليسرى أو حتى في العمق. كرة أخرى للاتحاد، محاولة التوزيع من عرجي وليد،
مرة أخرى دفاعات المولودية تشتت الكرة، ولكن من دون أي لاعب من المولودية تعود للاتحاد. الاتحاد يسيطر في هذه اللحظات، الاتحاد يملك الكرة في هذه اللحظات، يستحوذ على الكرة، يحاول تدوير الكرة وامتلاكها وحرمان المولودية. وهذا هجوم آخر من زيام، التبادل الكروي القصير، محاولة التمرير من خلف المدافعين، ولكن تدخل مباشرة لدفاعات المولودية، وهذا هجوم آخر أمقران، محاولة التمرير، تبقى الكرة للمولودية، ولكن سرعان ما تضيع الكرة، تضيع بشكل يعني سهل من لاعبي من بين أرجل لاعبي المولودية. وهذا انطلاق لمليك، ماذا يفعل مليك؟ مباشرة للاعب المولودية بجوية، وهذا هجوم آخر، محاولة التسديدة ولكن بعيدة، التسديدة كانت ضعيفة من دون خطر حقيقي ومن دون تهديد حقيقي على مرمى زيماموش. الكرة كانت من سلطاني، لاحظوا الإعادة الثانية للهدف، كودر التمريرة قوية يتصدى لها بن شريف في الأولى، ولكن لم يقدر عليها في الثانية، إعادة ثانية ومن زاوية جميلة أيضا الهدف، التسديدة من كودري ولكن مزيان. لاحظوا الكل كان يعتقد بأنه في وضعية تسلل، ولكن مقران لم يكن متسللا، أو مزيان لم يكن متسللا، مزيان إذن يودع الكرة في الشباك بسهولة ومن دون مراقبة ومن دون عناء أيضا. الاتحاد يبحث عن الهدف الثاني، الاتحاد يبحث عن التعزيز، والمولودية تحاول التعديل. بودربال لبلغيت، بودربال مرة أخرى، تقريبا بودربال في هذه الحالة يصبح صانع ألعاب. شوف كل مرة تمر عليه على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك يصعد لخلق الكثافة العددية والمساندة الهجومية. كما نشاهد خطأ للمولودية، يعلنه أعراب من أمام شيتا أسامة. ملعوبة مباشرة إلى دفاعة الاتحاد، ولكن الخطأ من أمقران ضد الشافعي، الدفع كان واضح. هل هو تسلل أم خطأ؟ لكن فيه تسلل. أو الخطأ كان ضد الشافعي، الدفع كان واضح بالمرفق. الشافعي شيتا أسامة إلى الشريفي أو بن يحيى، كرة تدور بين لاعبي الاتحاد بهدوء، كيف لا والفريق متقدم لحد الآن، يلعب بأكثر رزانة وبأكثر ثقة، ويتحصل على خطأ، يتحصل على خطأ بودربال. مزيان صاحب الهدف الوحيد لحد الآن، بلغيت إلى مزيان، عبد الرحمن مزيان، كرة الثنائية والثلاثية ترهق كثيرا لاعبي المولودية، تحرمهم من الكرة، وبالتالي تعود الكرة للاتحاد لمزيان على الجهة اليمنى، محاولة التوزيع، لكن بن شريف الأقرب، بن شريف الأقرب إلى هذه الكرة من أمام يايا، كان بإمكانه أن يوزع بشكل أفضل. الشافعي يتدخل في هذه الكرة، زيماموش حارس الخبرة وحارس التجربة، واحد من أكبر اللاعبين في هذه المباراة، أكبرهم سنا بالتأكيد وأكبرهم خبرة، قائد الاتحاد. كرة انطلاقا من الوسط لبودربال، محاولة التخلص من لاعبين، ولكن أعراب
يعلن عن خطأ لفائتة بودربال. لاحظوا الخطأ كان واضح والمس كان واضح على بودربال من بوحانيش. توجيهات بودربال أو توجيهات الحارس بن شريف في هذه الكرة الخطيرة التي تبدو ستلعب مباشرة أو ستلعب باتجاه الصاعدون والقادمون من الخلف من يحيى، وكرة ملعوبة إلى بن شريف من دون عناء، من دون صعوبة، من دون مضايقة. ولكن كودري دائما في التغطية، ممتاز كودري إلى بن غيت. القتالية الموجودة عند هذا اللاعب يتفوق، ولكن أعراب يمنح الخطأ للمولودية. لاحظوا جيدا، خطأ كان واضح أمام اللاعب عيبوت. مباشرة ملعوبة، لكن دائما الاتحاد يلمس الكرة أكثر، ونسبة امتلاك الكرة هي أفضل وأحسن للاتحاد. لحد الآن يسيطر على كل الكرات ويجهد كل هجمات المولودية التي باءت كلها بالفشل. المولودية تعتمد في الكثير من الأحيان على التسديد، وحتى التسديدات ضعيفة، وحتى التسديدات غير مؤطرة، وحتى التسديدات يعني غير مركزة من أمام دفاع قوي، دفاع صلب يقوده يحيى أو بن يحيى والشافعي فاروق. ندخل الدقيقة 38، 32، مزار يتألم والخطأ لفائدته. لاحظوا الإعادة من أمام يايا، التدخل كان واضح، تقديم العرقلة كانت واضحة من يايا. صراع يايا ومزاري، طبعا الحوار الثنائي بين اللاعبين. نحن نعرف أن يايا كان يلعب في صفوف الموب قبل موسمين، يعرف البيت جيدا. التماس يقول أعراب من دون خطأ. شافعي مباشرة أمام مزيان، تعود لدفاعات المولودية. بن شريف بلا شك سيشتت هذه الكرة طويلة إلى مقران أو إلى سلطاني، لكن شريف يتفوق إلى التماس لفائدة الموب. تعود ليايا أو لماليك توري، محاولة بناء اللعب وتغيير الاتجاه إلى أقصى اليمين. كرة مباشرة لقدوس، محاولة التوزيع، لكن دفاع الاتحاد، دفاع الاتحاد يقض لحد الآن، دفاع الاتحاد متفطن، دفاع الاتحاد يقطع تقريبا كل الكرات وكل التوزيعات وكل التمريرات العرضية. تعود الكرة لقدوس على الجهة اليمنى، لكن الخطأ كان واضح، الخطأ كان واضحا على قدوس من شريفي. رضوان، لاحظوا الإعادة، اللاعب توجه إلى رجل قدوس. تدخل كان خشن أمام أعين مضوي خير الدين. الخطأ في تنفيذه قدوس على جهة اليمنى، صعود مدافعي المولودية. هل سيأتي هذا الخطأ؟ وهل ستأتي هذه الكرة بالجديد للمولودية؟ هل ستعدل؟ محاولة تدخل الدفاع، تدخل الدفاع مرة أخرى، ماليك توري والحصانة الدفاعية. دفاع الاتحاد محصن مرة أخرى لقدوس،
على الجهة اليمنى لسلطاني محاولة المراوغة تعود لقدور. أوه تبادل كروي جميل بين سلطاني، لكن كرة تقطع مرة أخرى، كرة من شريفي مباشرة إلى مزيان من أمام مزاري، يبعدها مزاري، صراع مزاري ومزيان، تعود الكرة وتبقى لبودربال للاتحاد، لكن يخسر هذه الكرة إلى التماس. بودربال محاولة المراوغة لكن يتفوق عليه مدافع المولودية، هذا هو بودربال الذي يقحم اليوم كأساسي. عرجي وليد في تنفيذ التماس لفائدة الاتحاد مباشرة في منطقة الجزاء إلى الركنية، إلى الركنية يبعدها لاعبو المولودية، وركنية جديدة وركنية أخرى للاتحاد على مشارف الدقيقة 36. هل ستأتي بجديد آخر؟ كرة ثابتة ومنفذة مباشرة، تعود الكرة ليايا، يايا محاولة الاحتفاظ بالكرة من أمام اللاعب الاتحاد، محاولة التوزيع من شريفي مباشرة وبعيدة، مباشرة وبعيدة تماما خارج المستطيل الأخضر. الظهير الأيسر شريفي الذي يتحول إلى أقصى اليمين بالتأكيد لتنفيذ الركنية، وهو المتخصص بتنفيذ الكرة الثابتة، سجل هدفا جميلا في الجولة في المباراة قبل الماضية أمام نادي بارادو، سجل الهدف الثالث بطريقة جميلة بتسديدة يسارية رائعة باغتت حارس البارادو، نادي البارادو. خطأ لشريفي، يلمس كرات كثيرة هذا اللاعب، لاحظ الإعادة كان خطأ واحد واضح من سلطاني، تدخل من الخلف لفائدة الاتحاد. بن يحيى كرة لم تصل ليايا أمام قادوس، تعود الكرة للمولودية ولكن سرعان ما تضيع أمام دهار شافعي. الاتحاد هو الأكثر استحواذ، الاتحاد هو الأكثر سيطرة والأكثر امتلاك للكرة. هذا الأمر يعكس تفوقه في النتيجة لحد الآن بهدف عبد الرحمن مزيان. شافعي لعرجي وليد، تبادل كروي جميل لكن تقطع هذه الكرة من دفاعة الاتحاد إلى هريدة مباشرة لأمقران. يخسر هذه الكرة بن يحيى برعونة كبيرة، لكن سرعان ما يسترجعها الاتحاد. الاتحاد لما يضيع الكرة يسترجعها بسرعة، وتدخل ممتاز من بوحانيش. توري مالك يتحصل على الخطأ في هذه الكرة من أمام بودربال، الخطأ كان واضح بالتأكيد، أعراب كان قريبا من هذه اللقطة، لاحظوا جيدا كان فيه مسك واضح، كان فيه مسك واضح ضد اللاعب المالي مزاري. حنيش بالأحسن في الوسط لقدوس إلى السلطاني ومقران، تبادل كروي سلطاني إلى مالك، لكن تدخل الدفاع، كرة قصيرة تعود مرة أخرى لدفاع المولودية. كرة طويلة مقطوعة من شافعي، فاروق عودة إلى زماموش،
شريفي بن غيت حصل على هذه الكرة. لاعب الاتحاد يلبسون الكرة كثيرا في هذه المباراة، يحاولون فرض منطقتهم، وهذه كرة محاولة فرض المنطق بلا شك بكرة على الجهة اليمنى وغير الجهة اليسرى، وكرة في العمق وتنويع في اللعب في المقابل، قطع كرة المولودية لاعبي مولودية بجاية ومنعهم من التقدم واستخلاص الكرات مثل هذه من بودربال، ولكن سرعان ما تعود للاتحاد. لاعب أم قران ساقط على أرضية الميدان، سلامات إن شاء الله لهذا اللاعب المتميز. يتلقى الإسعاف بلا شك والحكم أعرب يطمئن على سلامة اللاعب هي أولا وقبل كل شيء. قران سقط على أرضية الميدان وهو الذي يعتبر قطعة أساسية في كتيبة خير الدين المضوي. قران هو هداف الفريق لحد الآن بثلاثة أهداف، وأهزيج اتحاد العاصمة لا تتوقف، تشجيعات الأسود والأحمر لا تتوقف، وحناجر المناصرين تشجع وتساند حتى هذا الصبي يساند. سلام يا سلام على هذا المشهد. يسري فيهم حب الاتحاد، يجري فيهم مجرى الدم في العروق، هكذا يقولون، هكذا هم يناصرون، هكذا هم يشجعون، وهذا هو عشق وولع المستديرة. خطأ يستولى الكرة تستأنف بين المشتركة بين لاعبين وتوري مباشرة بروح رياضية إلى زماموش. آخر ثلاث دقائق من المرحلة الأولى، دائما الاتحاد متفوق، دائما الاتحاد يتقدم بهدف عبد الرحمن مزيان الذي منح الأسبقية لفريقه. بهدف جميل وبكرة مرتدة من تسديدة كودري. شافعي مرة أخرى، بودربال لعلي وليد عرجي مباشرة على الجهة اليمنى، محاولة التمرير ولكن كرة مقطوعة، كرة إلى خارج الميدان إلى التماس، تعود للاتحاد على الجهة اليمنى، بودربال لوليد عرجي أو إلى مزيان، لكن سرعان ما تضيع، سرعان ما تضيع الكرة إلى ضربة مرمى لفائدة مولودية بجاية. حقيقة لم نرى رد فعل المولودية، لم نرى فعل رد فعل حقيقي على هدف لاعب مزيان عبد الرحمن. قد نشاهد وقد نلحظ وقد نتابع أيضا لمسة خير الدين مضوي في الشوط الثاني، كما يقولون الشوط الثاني دائما هو للمدربين، وهذا هجوم آخر للاتحاد من دون خطأ على بلغيت. كما ذكرت قد نشاهد لمسة خير الدين مضوي في الشوط الثاني، ماذا سيضيف، ماذا سيغير، وكيف سيكون وجه مولودية بجاية في الشوط الثاني. حقيقة شوط أول باهت للموب، وهذه انطلاقة أخرى لبلغيت على الجهة اليسرى، بلغيت يبحث عن الرفيق المتحرر، يجد يايا إلى بودربال، والتمرير على الجهة اليمنى لوليد عرجي، محاولة التوزيع فوق المرمى، فوق المرمى، والاتحاد يضيع فرصة الهدف الثاني عبر بودربال بهذه الكرة فوق المرمى.
بعيدة عن المرمى، لو كانت يعني تحت المرمى بقليل لكان الهدف الثاني، ولكن توزيع كانت رائعة من عرجي وليد، العرضية كانت رائعة، وعرجي أو بودربال أمام مرمى فارغ تقريبا لم يتمكن منها الحارس بن شريف، تجاوزته الكرة وبودربال فوق المرمى يهدر الهدف الثاني للاتحاد في الأنفاس الأخيرة من هذا الشوط. ندخل الآن الوقت بدل الضائع، قد يكون دقيقتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، المباراة لم تتوقف كثيرا، المباراة شهدنا فيها تقريبا أسبقية وجرأة أكبر لفائدة اتحاد العاصمة. دقيقة واحدة يضيفها أعراب، بلا شك المباراة لم تتوقف كثيرا، وخطأ آخر، آخر المحاولات، آخر الفرص لبلدية بجاية، هل ستأتي بالتعادل لفريق بلدية بجاية في هذه اللحظات؟ وقد ينهي المو بالشوط الأول بسيناريو مماثل أو مثالي، وهذا هجوم آخر لكن الكرة ملعوبة من دون خطأ، الهجوم المرتد للاتحاد، الهجوم المرتد للاتحاد مباشرة لبودربال على الجهة اليمنى أو بن غيت على الجهة اليمنى، يحتفظ بالكرة كثيرا ثم يعود إلى الخلف، والحكم أعراب لن يتأخر ولن يتأخر في إطلاق الصافرة وإعلان نهاية المرحلة الأولى بفوز الاتحاد بهدف دون رد، هدف وقعه مزيان. مشاهدينا كيف سيكون وجه الشوط الثاني وكيف سيكون رد البلودية، هذا ما سنعرفه في الشوط الثاني. مشاهدينا نلقاكم إن شاء الله مع بداية المرحلة الثانية، نلقاكم بألف خير، إلى اللقاء. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، نجدد لكم الترحيب مباشرة من ملعب عمر حمادي ببلوغين ووقائع ومجريات المرحلة الثانية من مباراة اتحاد العاصمة مولودية بجاية. الشوط الأول مشاهدينا كنا قد تركناه لفائدة الاتحاد بهدف وقعه مزيان عبد الرحمن ومنح التقدم للاتحاد إلى حد الآن. مباراة في شوطها الثاني ننتظر منها الكثير، ننتظر منها الإطارة كما ذكرت، ننتظر منها الندية والتنافس، وننتظر منها أيضا رد فعل مولودية بجاية، والسؤال الذي يطرح كيف سيكون وجه المولودية ولمسة خير الدين المضوي مع بداية المرحلة الثانية وخلال هذه الفترة. وهذا هجوم آخر للاتحاد، والهدف الثاني للاتحاد مبكرا فعلها اتحاد العاصمة، يضيف الهدف الثاني، اتحاد العاصمة يضيف الهدف الثاني عن طريق كودري حمزة. كنت أتحدث عن كيف سيكون رد فعل مولودية بجاية في الشوط الثاني وكيف سيكون رد خير الدين المضوي، لكن الرد جاء من اتحاد العاصمة مبكرا، اتحاد العاصمة في الدقيقة الأولى تقريبا مع انطلاق المرحلة الثانية يضيف الهدف الثاني بهذه الكيفية الشريفي، أمام غياب كل لدفاعات المولودية، أمام غياب كل لدفاع المولودية، كودري يجد نفسه أمام شباك فارغة من دون أعلاء، من دون مراقبة، يودع الكرة في الشباك ويمنح الاتحاد الأفضلية مرة أخرى بهدف ثاني رغم التدخل الدفاعي من قدوس، ولكن كودري يمنح اتحاد العاصمة هدفا ثانيا في مرحلة أو في دقيقة مبكرة مع بداية الشوط الثاني. سيناريو بلا شك لم يكن يتوقعه أمقران، ولم يكن يتوقعه أيضا خير الدين المضوي، بداية مثالية للاتحاد ومخيبة جدا للمولودية. إذن الاتحاد بداية وسيناريو ولا أفضل ولا أحسن ولا أجمل مع بداية كما ذكرت المرحلة الثانية، إعادة ثانية، لاحظوا شريف التوزيع كانت رائعة، وكودري حمزة القادم من الخلف، كودري حمزة القادم من الخلف كما تشاهدون لوحده من دون مراقبة يضيف الهدف الثاني للاتحاد بهذه الكيفية. إذن يمنح الاتحاد جرعة أخرى وراحة أفضل وراحة كما ذكرت أفضل وأحسن للاتحاد مع بداية المرحلة الثانية. كنا والكل كان يتخوف
بلا شك من رد فعل البنودية، ولكن الاتحاد مع بداية المرحلة الثانية إذن فعلها ويمنح الأحمر ولا الفريق الأحمر ولا الأسود الهدف الثاني بلا شك أمام فرحة جماهيرية سعداء هم هؤلاء الحاضرون رغم المضايقة، كما ذكرت رغم المضايقة والاعتداء. أعتقد بأن الحارس تلقى ضربة من زميله اللاعب قدوس الظاهر الأيسر واحتكاك ويستأنف اللعب في هذه الأثناء وعودة لبن شريف سلامات إن شاء الله. أنصار الاتحاد فرحون، أنصار الاتحاد سعداء، أنصار الاتحاد يحتفلون بهذا الهدف الثاني. كودري تقريبا أنا أعتبره رجل المباراة بلا منازع، كان تقريبا وراء الهدف الأول الذي سجله مزيان، وها هو يكون ويسجل الهدف الثاني لفريقه الذي يمنح بلا شك جرعة أخرى، وسيكون هدف الإطمئنان على الأقل مع بداية المرحلة الثانية. إذن مولودية بجاية يدخل أو احتفظ بنفس التعداد تقريبا الذي لعب به المرحلة الأولى ببن شريف توري بوحانيش قادوس عيبوت بلحسن مزاري طهار مقران هريدة والسلطاني. تشكيلة المولودية بلا شك يدربها خير الدين مضوي، أما الاتحاد فيبقى كذلك يبقي على نفس التشكيلة بزماموش شيتا أسامة بن يحيى محمد شافعي فاروق يا فوزي مزيان صاحب الهدف الأول للاتحاد عرجي وليد شريفي رضوان بودربان رفيق كودري حمزة صاحب الهدف الثاني وعبد الرؤوف بلغيت رقم 27 وفروجي تيري الفرنسي هو مدرب الاتحاد ويقود المباراة الحكم أعراب بمساعدة بن ناصر وبن عميرة. إذن المباراة ستأخذ شكل آخر، المباراة ستأخذ منحى آخر خصوصا بالنسبة للمولودية البجوية المطالب بأنه هو المطالب بخلق اللعب، وهذا هجوم آخر لمزيان. ماذا هناك؟ ركلة جزاء للاتحاد ووراءها من؟ عبد الرحمن مزيان كالعادة السريع، عبد الرحمن مزيان على الجهة اليسرى من أمام الحارس بن شريف، لم يكن من ود هذا الحارس، لم يكن له بد سوى من عرقلة عبد الرحمن مزيان. وأعراب أعراب القريب من هذه اللقطة، الأعراب الذي يعلن عن ركلة جزاء من دون تردد، يعلن عن ركلة جزاء. لاحظوا الإعادة، المنطلق والمراوغ الماهر وركلة جزاء تبدو واضحة، والعرقلة لمزيان تبدو واضحة، وأعراب كان قريبا من هذه اللقطة والزاوية والرؤية كانت واضحة بالنسبة له. نلاحظ الإعادة من هذه الزاوية، أعتقد أن يد الحارس بن شريف لمست رجل مزيان كما نشاهد. مشكور الزميل هيكل كأسمي مخرج هذه المباراة، الزاوية كانت أوضح وركلة جزاء تبدو أوضح في نظري ميال، وأيضا الصورة وضحت اللقطة بالإعادة البطيئة. ويايا أمام الكرة، يايا أمام فرصة إضافة الهدف الثالث، الاتحاد أمام فرصة الهدف الثالث مبكرا يفعلها الاتحاد. يايا الهدف الثالث، الهدف الثالث ليايا من غير أن يحتفل، من غير الاحتفال. يايا طبعا أمام فريقه السابق مولودية بجاية لا يحتفل، احتراما بلا شك لهذا الفريق، احتراما لفريقه السابق مولودية بجاية، وفرحة جماهيرة كبيرة للاتحاد الذي يضيف الهدف الثالث في هذه اللحظات. يقول لهم اعذروني سامحوني يا أنصار مولودية بجاية، ولكن هذه هي كرة القدم، هذه هي واقعية كرة القدم. أنا أسجل، أنا ألعب للاتحاد، وبالتالي أنا أسجل. إذن الهدف الثالث للاتحاد عن طريق بودربال، ولكن كان وراءه بلا شك السريع، القطار السريع الذي أسميه مزيان عبد الرحمن الذي تحصل على ركلة جزاء. إذن بداية قوية، بداية مثالية لم يكن يتوقعها خير الدين مضوي بلا شك مع بداية المرحلة الثانية. هدفان تقريبا في ظرف 6 أو 7 دقائق، إذن الاتحاد يتفوق بثلاثية نظيفة لحد الآن. مرة أخرى
مرة أخرى اتحاد العاصمة يقصف بالثلاث، فعلها أمام العين بليلة، وفعلها أمام نادي بارادو، وهو يكررها أمام خير الدين المضوي الذي يبدو في حيرة من أمره. خير الدين المضوي، ماذا عساك أن تفعل يا خير الدين المضوي؟ كنا ننتظر منك ومن فريقك أن يعدل النتيجة، ولكن هذه هي الكرة. الاتحاد أضاف هدفين في ظرف 5 أو 6 دقائق، والمنطلق الآن توري، وعلى الجهة اليمنى هريدة، محاولة التوزيع أو المراقبة، كيف سيكون رد المولودية بعد هذا الهدف؟ نتيجة طبعا حتى نحن لم نكن ننتظرها، حتى أكثر المتشائمين بمسيرة المولودية لم يكونوا يتوقعوا هذا السيناريو، هدفا مع بداية المرحلة الثانية ومحاولة التوزيع. وبن شريف، بن شريف مرة أخرى يلتقط هذه الكرة ويمررها لتوري في انطلاقة لمولودية بشايا، قد يمررها لمزيان أو أمقران ليريد على جهة اليمنى للمولودية، للمولودية البشاوية. السلطاني على الجهة اليمنى، ماذا يفعل؟ محاولة المراوغة، الاحتفاظ بالكرة، يجد توري يراوغ بشكل ممتاز، بشكل ذكي، والتوزيع العارضة، عارضة زمابوش، يا توري مالك اللاعب المالي في التوزيعة وليست عرضية، أو تسديدة وليست عرضية، تسديدة كادت أن تباغت، لمست العارضة، وأول تهديد وأول رد لمولودية بجاية على هدفي اتحاد العاصمة مع بداية المرحلة الثانية. كودري في الوسط باتجاه عرجي وليد، هذا هو السيناريو المثالي، وهذا هو السيناريو الأجمل لثيري فروجي مع بداية المرحلة الثانية، يطمئن على النتيجة بثلاثية لطيفة بعد مرور 10 دقائق عن بداية المرحلة الثانية. يا صاحب الهدف الثالث مباشرة لأمقران أو لسلطاني على الجهة اليمنى لمولودية بجاية، محاولة التخلص من لاعب بن غيت أو الشافعي، في الأخير يتفوق صاحب الخبرة، يتفوق صاحب التجربة فاروق الشافعي. تعود الكرة لكودري حمزة إلى الوسط لبن غيت، تغيير الاتجاه بودربال، تغيير الاتجاه لمزيان، القطار السريع القادم من الخلف، مزيان يتخلص من اللاعب الأول ويمر تبادل الكرة، الرابع للاتحاد، الرابع للاتحاد، والمسجل مزيان، القطار السريع، تبادل كروي، ومزيان يعبث بدفاع المولودية، المولودية التي تلقى الهدف الرابع في هذه الأثناء بعد مرور تقريبا 10 دقائق عن انطلاق المرحلة الثانية. شباك مولودية بجاية تتلقى 3 أهداف لتصبح النتيجة رباعية للا شيء. لاحظوا مزيان التبادل الوانتو كما يقولون، وجها لوجه أمام بن شريف، 1-2 مع يايا، تفاهم كبير، ومزيان من دون عناء، من دون مراقبة، وبذكاء تكتيكي وبذكاء كروي جميل يضع الكرة في الشباك ويضيف الهدف الرابع من بين أرجل بن شريف، من بين أرجلي بن شريف، رباعية نظيفة للاتحاد، وحيرة واضحة على محيا لاعب مولودية بجاية. ما الذي يحدث لدفاعات مولودية بجاية؟ ما الذي يحدث لدفاعات مولودية بجاية مع بداية المرحلة الثانية؟ تصوروا 3 أهداف، تصوروا مشاهدينا 3 أهداف مع بداية المرحلة الثانية. وخير الدين مضوي بلا شك، خير الدين مضوي بلا شك، حائر بلا شك، وأنصار المولودية يقولون ما الذي حدث لنا؟ ما الذي يحدث لدفاعاتنا؟ تتلقى 3 أهداف في ظرف 10 دقائق منذ بداية المرحلة الثانية، إذن 4 أهداف لهدفين، ويايا مسجل الهدف الثالث، يغادر ويدخل من جانب فريق المولودية البجاوية، اللاعب السلطاني يغادر أرضية الميدان.
أو سلطان يأخذ مكانه من جانب مولودية بجاية في محاولة للرد، أقول للرد، ولكن لتحسين الأداء و يعني إعطاء صورة أخرى لمولودية بجاية مع بداية المرحلة الثانية. ماذا يحدث للمولودية؟ ماذا يحدث للموب؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير في هذه اللحظات. يتلقى ثلاثة أهداف ويرتكب الأخطاء أخرى وهجوم آخر، خامس يضيع، الخامس يضيع من بن غيت عبد الرؤوف. أجدد السؤال، ما الذي يحدث في دفاعة المولودية؟ انهارت دفاعة المولودية، أصبحوا يضيعون كرات سهلة، وبن غيت يضيع أمام براد بن شريف، يضيع الهدف الخامس، والنتيجة ثقيلة لحد الآن. بصراحة بصراحة النتيجة ثقيلة على مولودية بجاية، لم نكن يعني نتوقع هذا السيناريو، ولم نكن نتوقع هذه النتيجة. وحتى كما ذكرت أكبر المتشائمين بمسيرة المولودية لم يتوقعوا ولم يكونوا ليتوقعوا هذه النتيجة. الرأسية أخرى، الرأسية من المدافع بن يحيى، كاد أن يضيف الهدف الخامس أمام انعدام الرقابة الدفاعية على القادم للمساندة والقادم من الخلف بن يحيى محمد بهذه الرأسية. التغيير الذي كان منذ لحظات يايا يغادر ويترك مكانه لأيمن محيوس، تقريبا خروج مهاجم ودخول مهاجم آخر، وفروجي المدرب الاتحاد بلا شك يريد أهداف أخرى، يريد أن يحافظ على نفس النسق، يريد أن يحافظ على نفس الديناميكية في الهجوم، يريد أهداف أخرى ببساطة، هكذا يريدها فروجي، ويريدها لاعب الاتحاد، ويريدها الأنصار الذين يحضرون مباراة اليوم بين اتحاد العاصمة ومولودية بجاية. مرة أخرى الاتحاد، مرة أخرى الاتحاد يضرب بالثقيل ويوقع الأهداف تلو الأخرى ويسجل النتائج الثقيلة في مرمى الخصوم بعد أمل عين بليلة ونادي بارادو. ها هو يفعلها اليوم أمام مولودية بجاية، بن مختار بن موسى مختار يأخذ مكان الشافعي، المدافع الذي يأخذ مكان المدافع بلا شك، شافعي يترك مكانه لبن موسى مختار. هل سيلعب بن موسى مختار في وسط الدفاع؟ وهذه رأسية أخرى أمام مقران، ولكن تعود الكرة للمولودية البجوية. هجوم آخر مرتد، الاتحاد يريد هدفا خامسا، الاتحاد يريد تسجيل أهداف أكبر، يريد الخامس ويريد السادس أمام فريق تقريبا منهار مولودية بجاية، وهجوم آخر لمزيان، ولكن وضعية التسلل ضد مزيان وعلى مزيان في هذه الكرة الماضية، تضيع الكرة برعون أكبر من جانب لاعبي المولودية. مزيان محاولة التوزيع، المراوغة بشكل ممتاز، يدور يوزع العرضية، العرضية تجد الدفاع مرة أخرى الإبعاد. قلت لكم بأن الاتحاد يريد هدفا خامسا، الهجوم الاتحاد لا يتوقف، الآلة العاصمية لا تتوقف، الماكينة الهجومية للعاصميين لا تتوقف في هذه اللحظات. بن يحيى بن موسى يتحول إلى 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 ظهير أيمن أو إلى ظهير أيسر، هجوم آخر للاتحاد. ماذا يفعل للمولودية لأمقران؟ سيحاول التخلص من لاعبين، يفعل ذلك، محاولة التوزيع التوغل، لكن تدخل العرجي وليد بشكل ممتاز، بشكل رائع، بشكل مثالي، لأبو دربال يغير الاتجاه إلى أقصى اليمين. أين يتواجد مزيان السريع، مزيان المهاري، مزيان المراوغ، مزيان الذي كان وراء تقريبا هدفي الاتحاد؟ الهدف الأول سجله بطريقة ممتازة من كرة مرتدة، والهدف الثاني عندما تحصل على ركلة جزاء، وقبلها
انفرد بالحارس بن شريف وأضاف الهدف الثاني للاتحاد. إذن النتيجة أصبحت ثقيلة على دفاعات مولودية بجاية، ولحد الآن لم نلحظ المولودية الذي يبدو الفريق غير قادر، الفريق لم يقوى على الرد، الفريق وكأن الأهداف الثلاثة باغتته ولم يكن يتوقعها. بن يحيى الآن إلى بن غيت، مباشرة إلى بن موسى البديل لدخل في مكان فاروق شافعي. بن يحيى محمد شيتا أسامة في الاستقبال، كودري بن يحيى بودربال. الاتحاد يلعب أكثر راحة وأكثر رزانة وأكثر ثقة بنفسه، كيف لا وهو المتفوق لحد الآن. وهذا هجوم آخر، محاولة التوزيع، كاد المدافع أن يسجل الهدف الخامس ضد مرماه، كاد مزاري أن يضيف الخامس لفائدة الاتحاد لولا يقظة وتدخل الحارس بن شريف. كرة أخرى للمولودية على الجهة اليسرى لأم قران، معزول أم قران من دون مساندة. لاحظوا الإعادة مرة أخرى، بن موسى محاولة التوزيع ولا المدافع كاد أن يباغت مرماه محنش. كرة في الوسط للمولودية بجاية، محاولة الرد، محاولة التقدم، محاولة تكثيف الهجومات وتنويعها. وهذه هجوم آخر للمولودية، ماذا سيفعل سلطاني؟ يوزع ويمرر لتوري، يحاول الدوران بالكرة، توري يمرر كرة أخرى، تسديدة سيماموش. هذا هو رد المولودية لحد الآن، كرة بين أيدي سيماموش. الأنصار ومحبي المولودية يريدون ردا أكبر، يريدون ردا أقوى على الرباعية الاتحاد، يريدون أداء أكثر جرأة. وهذا هجوم آخر، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمولودية. كنت أتحدث عن رد فعل المولودية الذي يتوقع أن يكون أكثر جرأة أو أكثر حسم. المولودية تتحصل على ركلة جزاء، لاحظوا الإعادة، سنلاحظ الإعادة. وسماموش لم يجد طريقا ووسيلة سوى عرقلة مهاجم المولودية، وبالتالي ركلة جزاء للمولودية. لاحظوا الإعادة بشكل غير رياضي، يتدخل أمام سلطاني سماموش، إذن يعرقل سلطاني وركلة جزاء يعلنها الحكم عرب في هذه اللحظات لفائدة مولودية بجاية. وحديث عرب أمام سماموش، من سينفذ هذه الركلة؟ قد يكون أم قران عبد الحكيم في الوقت الذي يخاطر فيه مزيان صاحب الهدفين. مزيان يترك مكانه في هذه اللحظات، من سيأخذ مكانه؟ إذن هو سعيود أمير سعيود، إذن يأخذ مكان مزيان. سعيود اللاعب الوسط، وسط الميدان الهجومي. لاحظوا الإعادة، العرقلة كانت واضحة، والتدخل والانزلاق من سماموش كان واضحا، وركلة جزاء شرعية. هل سيقلص مولودية بجاية النتيجة في هذه اللحظات؟ المنفذ بلا شك هو دهار المتخصص في الكرات الثابتة. هل سيقلص الفارق لمولودية بجاية؟ هذا ما سنكتشفه بعد ثوان. دهار يقلص الفارق،
الدهار يسجل الهدف الأول لمولودية بجاية لحد الآن في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، يقلص الفارق لمولودية بجاية التي تبقى متأخرة برباعية تقريبا في وسط المرمى، كاد أن يلمسها زيماموش وأنصار المولودية يفرحون بهذا الهدف رغم النتيجة الثقيلة لحد الآن. لاحظوا الإعادة تقريبا في وسط المرمى، كاد أن يتمكن منها زيماموش ولكن دهار بثقة نفس عالية يقلص الفارق ويسجل أول أهداف مولودية بجاية التي تبقى متخلفة برباعية لحد الآن. سعيود أمير البديل باتجاه محيوس أو إلى كودري على الجهة اليمنى أمام لاعبين يتخلص منهما ولكن يتحصل على ويرتكب خطأ، يرتكب خطأ ضد قادوس. تعود الكرة الحكم يطالب بتنفيذ الخطأ من مكانه تطبيقا للقوانين طبعا. خطأ كان واضح على هريدة. اللاعب سماحي لاعب المولودية يقحمه خير الدين مضوي، بلا شك يريد تكثيف الهجومات، يريد أيضا أن الفريق لم يعد له ما يخسر في حقيقة في هذه المباراة. عليه أن يهاجم، عليه أن يخرق اللعب، عليه أن يكون أكثر جرأة وأن يلعب على اليمين وعلى اليسار وعلى الأطراف، وهذه توزيع أخرى لكن إلى ركنية. المولودية بدأت تهاجم، بدأت تتقدم، بدأت تضغط، وركنية أخرى لفائدة مولودية بجاية. هل ستأتي بالجديد قبل تقريبا 20 دقيقة عن نهاية المباراة؟ ركنية أخرى في تنفيذها لاعب المولودية، صعود كلي للاعب المولودية بجاية في منطقة جزاء الاتحاد. الركنية منفذة وأرضية، محاولة التمرير والتسديد من دهار ولكن من دون تركيز. دهار صاحب الهدف الوحيد للمولودية من دون تركيز كان بإمكانه. لاحظوا الإعادة وهذه ركلة الجزاء يعني ببضع يعني سنتيمترات، قاع يعني كاد زيماموش أن يمسك بهذه الكرة برجله اليمنى. عرجي وليد الذي أدم عليه في هذه المباراة خاصة في الشق الدفاعي. محيوس إلى أمير سعيود على الجهة اليسرى، أمير سعيود أمام ثلاث لاعبين تقريبا، هو أمام لاعبين الآن، محاولة التوزيع وبذكاء كبير يتحصل على ركلة ركنية لفائدة الاتحاد. بن شريف الذي تلقى شباكه 4 أهداف يحاول ورفقاه أن يتجنبون الهدف الخامس أمام محيوس وأمام شيتا وأمام سعيود الذي ينفذ الركنية في هذه الأثناء. منفذة لكن تدخل الدفاع مرة أخرى، الإبعاد لتوري لكن مباشرة إلى مختار بن موسى، يغير الاتجاه إلى أقصى اليمين لكن من دون عنوان، من دون مستقبل، كرة مباشرة تذهب إلى ركلة أو إلى ضربة مرمى أو بالأحرى إلى التماس، إلى تماس لفائدة مولودية بجاية. هريدة أبقران من دون تركيز يضيع هذه الكرة بسهولة كبيرة. مختار بن موسى
يضيع هذه الكرة إلى وسط ميدان المولودية، تعود إلى الدفاع مرة أخرى، مقطوعة مرة أخرى، تضيع كرات كثيرة في دفاعة المولودية، وهذا هجوم آخر. شيتا أسامة لبلغيت، محاولة التمرير كان بإمكانها أن يسدد لأن الزاوية كانت مفتوحة، وهذا هجوم مرتد للمولودية عن طريق ماليك على الجهة اليسرى. ماليك يتردد، ماليك يحتفظ بالكرة، يحاول أن يراوغ، ولكن أمام من؟ أمام بن يحيى، إلى التماس أمام جدار دفاعي صلب، يقوده بن يحيى ويقوده كذلك الشيتا ويقوده مختار بن موسى على الجهة اليسرى. كرة أخرى ضائعة، الاتحاد صار في طريق مفتوح الآن، كرات كثيرة تضيع، وهذا محيوس، محاولة تسديدة جانبية، جانبية من أيمن محيوس، كرة أخرى وفرصة الهدف الخامس تضيع من الاتحاد. لاحظوا الإعادة، صعيود، وهذا هجوم آخر للمولودية بجاية، توزيع الكرة وتمريرها إلى اليمين، محاولة التوزيع من المولودية، محاولة الدوران الكرة من هريدة لدفاعات وسط ميدان المولودية، كرة في العمق باتجاه مقران، تعود الكرة لدهار وإلى اللاعب دهار، يحتفظ بالكرة مباشرة، محاولة تدوير الكرة، لعب كرات قصيرة وتغييرها من الكرات بكرات طويلة من اليمين إلى اليسار، ولكن مرة أخرى دفاعات الاتحاد تتدخل، دفاعات الاتحاد تنجح في شل كل هجومات الموب، وهذا هجوم آخر، الهجوم المرتد سريع، بن غيت سريع يتقدم يتوغل، محاولة التمرير ولكن من دون مستقبل، من أمام أيمن وحيوس وسعيود كانا متأخرين في هذه الفرصة، وهذا هجوم آخر يا مقران، مقران مولودية بجاية تضيع الهدف الثاني، مقران تقريبا وجها لوجه، كرته فوق، مرت فوق المرمى، كرته مرت فوق العارضة من أمام وليد عرجي. مقران يتحصل على هذه الكرة بذكاء، يتحصل على هذه الكرة بقوة، ولكن من دون تركيز، كان بإمكان أن تكون هذه الفرصة أحسن وأفضل، كان بإمكان هذه الفرصة أن تكون هدفا ثانيا للمولودية، ولكن مقران يضيعها، مقران يأخذ مكانه ويترك مكانه في هذه اللحظات للاعب قادري، قادري إذن يأخذ مكان مقران في هذه الأثناء، في هذه اللحظات. ولاحظوا الإعادة للفرصة الماضية وبن غيت، والكرة لم تصل إلى سعيود. قادري وورقة هجومية أخرى لخير الدين مضوي، هل ستثمر؟ هل ستأتي بجديد؟ هل ستقلص المولودية مرة أخرى النتيجة؟ والاتحاد صار في طريق مفتوح في الحقيقة، وهذه تسديدة بن شريف مرة أخرى تعود لسعيود، ولكن في وضعية التسلل، سعيود كان متسللا ولكن أيمن محيوس، التسديدة كانت قوية ومركزة، والتركيز في هذه الفرصة كان من بن شريف الذي تصدى لها ببراعة. فرصة أخرى للاتحاد، الاتحاد يبحث عن الخامس، والمولودية تبحث عن التقليص وإضافة الهدف الثاني قبل تقريبا 13 دقيقة عن نهاية المباراة. هجوم آخر للمولودية، ولكن اليقظة والتركيز من جانب الاتحاد، تقريبا يتفوق لاعبو الاتحاد في كل الكرات الثنائية وفي كل السرعات الفردية. كرة أخرى ضائعة للمولودية، هجوم آخر لدهار، محاولة التمرير لقادري البديل، يأتي السلطاني، سلطاني يحتفظ بالكرة يراوغ بشكل جميل، تعود الكرة لدهار، محاولة التسديد، تغيير اتجاه الكرة من أمام بن موسى، لكن بن موسى رائع، بن موسى رائع، بن موسى متألق في هذا في قطع الكرة وفي استخلاص الكرة، والكرة الآن إلى التماس، إلى التماس. لاحظوا الإعادة من محيوس أيمن، التسديدة كانت جميلة وكادت أن تباغت بن شريف، وفي المرة الثانية كان
أمير سعيد متسللا بالمختار، لم تصل الكرة إلى بودربال وإلى التماس. عودة إلى شيتا ثم كودري بن يحيى، أمير سعيود، عرجي وليد يتخلص من لاعبين أو من لاعب ثم يستخلص الكرة، محاولة الضغط والحصول على الكرة. اتحاد العاصمة يجيد لعب الكرة بالثنائيات والثلاثيات ويجيد كثيرا حرمان الخصم من الكرة، وهذا ما يستفز الخصم بشكل أكبر. لاحظوا تدوير الكرة بشكل جيد وحرمان المولودية من الكرة، هذا طريقة لعب الاتحاد، طريقة مميزة وطريقة متفردة يجيدها كثيرا لاعب اتحاد العاصمة من اليمين إلى اليسار ومن الوسط إلى عمق مدافعي الخصم، والعودة إلى زماموش القائد وفتح اللعب وإيجاد المساحات، كلها عوامل تساعد الاتحاد اليوم على تحقيق هذه النتيجة الثقيلة اليوم. 4-1 قبل تقريبا 10 دقائق من نهاية المباراة. مرة أخرى الاتحاد، مرة أخرى الاتحاد، وهجوم الاتحاد يضرب بقوة، يضرب بقوة. بالثلاثيات وبالرباعيات هجوم ناري. فريق سوستارا مع تواجد مزيان، مع تواجد بودربال، مع تواجد محيوس، مع تواجد أمير سعيود، ويايا فوزي، آلة الهجومية، الماكينة العاصمية تتحرك. فوز بلا شك سيضع اتحاد العاصمة في المقدمة برفقة شبيبة القبائل، والاتحاد يملك مباراة متأخرة، وإذا ما فاز بها سينفرد بالريادة بلا شك. الاتحاد هذا العاصمة هذا الموسم كشر عن أنيابه، اتحاد العاصمة لهذا الموسم أبان عن قدراته، أبان عن طموحه بأن يلعب المراتب الأولى، ولبال الفوز ببطولة هذا العام في موسم 2018-2019. الاتحاد الذي سيستفيد بعد سنة من الآن أو أكثر بقليل من مركز تكوين خاص بالفئات الشبانية، وهذه هجوم آخر والعرضية تدخل الدفاع مرة أخرى. الاتحاد سيبني مركز تدريب أو سيبني مركز تكوين خاص به على طريقة النوادي المحترفة، وستكون بلا شك إضافة نوعية لمسيرة اتحاد العاصمة في التكوين وأيضا بناء فريق متماسك يعتمد على أبناء الفريق وعلى التكوين وبناء مراكز للتدريب وتكوين الفئة الشبانية. كرة في عمق المدافعين لمحيوس أيمن على الجهة اليسرى إلى مختار بن موسى، سيوزع بلا شك، تجد بن غيت، ولكن تدخل الدفاع، دفاع المولودية، الدفاع المنهك لحد الآن، الدفاع الذي لم يقدر على هجومات الاتحاد، لم يستطع رد وسد هجومات الاتحاد التي سجلت عليه لحد الآن رباعية لواحد. مولودية بجاية بدا عاجزا في الحقيقة، بدا غير قادر على الرد، و
والاتحاد بلا شك كان هو الأقوى وكان هو الأحسن وكان هو الأفضل وكان هو صاحب الفعالية في خط الهجوم وصاحب الأفضلية في امتلاك الكرة وفي تدوير الكرة. الاتحاد بصراحة كان الأحسن على كافة الأصعدة وعلى كافة المستويات في هذا المباراة. كودري ينطلق أمام ثلاث مدافعين، حتى اللاعبين أصبحوا يتفرجون، حتى لاعبي المولودية لم يستطيعوا إيقاف كودري وهو يتقدم، لم يستطيعوا ولم يعودوا قادرين على الإيقاف القادمين والحاملين للكرة من جانب اتحاد العاصمة. انهار الفريق تماما، انهار الفريق تقريبا في هذه الدقائق. وهذا هجوم آخر لفائدة المولودية. ماذا يفعل على الجهة اليمنى؟ محاولة التوزيع، ينتظر الرفيق المساند مرة أخرى، يحاط بلاعبين، محاولة التوزيع من التسديدة أخرى من مولودية بجاية ومن اللاعب قادري البديل من دون جدوى، يضيع هذه الكرة، يسدد مع تواجد الرقابة أو التغطية الدفاعية من وليد عرجي من دون مراقبة، سددها ولكن من دون خطر كذلك على مرمى زيناموش. ندخل تقريبا الخمس دقائق الأخيرة من هذه المباراة، ندخل الدقيقة 85. الاتحاد متفوق، الاتحاد يفرض سيطرته بالطول والعرض على هذه المباراة. لسعيود أمير الآن لوليد عرجي، لم يلحقها وليد إلى قادري. كرة أخرى في هجوم للمولودية بجاية، محاولة التمرير على الجهة اليمنى، يدخل محاولة التوزيع والتسديد وتوري. لقطة توري تعكس وضعية المولودية في الحقيقة، اللقطة التي قام بها ماليك توري اللاعب المالي تعكس الوضعية العامة لفريق مولودية بجاية في هذا اللقاء. لاحظوا الإعادة، توري محاولة القيام بضربة مقاسية ولكن بدا عاجزا هذا اللاعب عن القيام بهذه الحركة أو حتى باللحاق بالكرة. خير الدين مضوي إذن مطالب بإعادة النظر، مطالب بإعادة الأوراق، بإعادة توزيع الأوراق وبإعادة النظر في كما ذكرت في تشكيلة الفريق. ولو أنه كان يملك اليوم غيابات مؤثرة خصوصا في الجناحين أو في الظهيرين، مع غياب عرابة نعاس وديباري وبولدياب قلب الدفاع، لكن أن يتلقى اليوم الفريق أربعة أهداف فالأمر يعني ثقيل نوعا ما على فريق حقق أربع نقاط في آخر مباراتين، فاز على دفاع تاجنانت بميدان هذا الأخير وعاد بتعادل ثمين جدا من أرض اتحاد بالعباس بهدفين الاثنين. وهذا هجوم آخر للاتحاد، محاولة التقدم بالكرة فوق المرمى، فوق المرمى من أمير سعيود مرة أخرى، فرصة أخرى يفوتها سعيود على الاتحاد، فرصة إضافة الهدف الخامس. لاحظوا التقدم بشكل ممتاز من أمام المدافع والتسديد، ولكن كرة غير مركزة مرت بجانب مرمى بن شريف. كرة أخرى وآخر المحاولات، آخر الفرص من جانب المولودية بجاية، محاولة أخرى وهذا دهار محاولة التسديد ولكن من أمام المدافعين، من أمام قدري ومن أمام بن يحيى، حتى التسديدات لم يكن موفق فيها فريق مولودية بجاية اليوم. هذا هو دهار صاحب آخر فرصة في هذه المباراة لحد الآن. تسديدته اصطدمت بشريفي الذي تحول ليلعب كمدافع محوري إلى جانب بن يحيى،
في حين مختار بن موسى يلعب في مركزه المعتاد كظهير أيسر. كرة أخرى مبعدة تعود للحارس بن شريف. المولودية في هجوم آخر في محاولة للهجوم والتقدم بالكرة في هذه الفرصة. اسماحي يتحصل على خطأ يقول أعراب. هجوم آخر لاتحاد العاصمة. محاولة التوزيع العرضية الأرضية لبن غيت. ماذا يفعل؟ محاولة التوزيع والهدف الخامس للاتحاد. الهدف الخامس للاتحاد بتوقيع بن غيت. يا سلام، خماسية لواحد لفائدة الاتحاد. نتيجة ثقيلة جدا، نتيجة ثقيلة جدا. وفرحة بن غيت الذي يضيف الهدف الثاني له بعدما سجل أمام نادي بارادو في المباراة الماضية أو قبل الماضية. إذن بن غيت يضيف الهدف الخامس للاتحاد. النتيجة تبدو منطقية وواقعية. اتحاد العاصمة اليوم هي التي فرضت نفسها في المباراة أمام مولودية بجاية. شاهدوا الدفاع منهار تماما وبن غيت التوزيع ومباشرة إلى الشباك. الكرة تمر من أمام أعين بن شريف الذي ظل يتابع الكرة. لاحظوا ظل يتابعها بأعينه وهي تلج شباكه بإضافة الهدف الخامس. إذن الهدف الخامس من بن غيت أمام دفاع منهار تماما، أمام دفاع فاقد لكل الأمل. لاحظوا القادم من الخلف بن غيت يوزع أو يسجل مباشرة. لاحظوا أمام دفاع لم يقوى على الرد، دفاع تلقى 5 أهداف لحد الآن. إذن اتحاد العاصمة نتيجة ثقيلة، أصبحت ثقيلة جدا على مولودية بجاية، نتيجة ثقيلة جدا على مولودية بجاية. وخير الدين مضوي أصبح مطالبا بإعادة الأوراق وإعادة مشاهدة هذه المباراة أكثر من مرة. طبعا مشاهدة هذه المباراة أكثر من مرة وتصحيح الأخطاء وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. طبعا مولودية بجاية لم نكن نتوقع بالتأكيد بلا شك مشاهدينا أن تكون النتيجة بخماسية أمام فريق كبير صحيح اتحاد العاصمة، ولكن أن تخسر ب5 أهداف لهدف واحد فهذا أمر يعني كبير جدا على فريق يعني يلعب كرة جميلة، فريق يفاوض جيدا خارج ميدانه، فريق اسمه مولودية بجاية. الفريق مطالب الآن بأن يعيد النظر وأن يصحح معالمه ويصحح أخطاءه في المباراة القادمة أمام أمل عين بليلة بملعب الوحدة المغاربية. هذه إعادة ثانية. لاحظوا السهولة التي يتوغل بها بن غيت من أمام مدافعين والسهولة الأكبر بأن يسجل هدفا بهذه الكيفية. فدفاع فتأكدوا بأن الدفاع منهار جدا أمام لاعبين وحتى الرقابة وحتى الأبجديات الدفاع يفتقدها اليوم لاعبو مولودية بجاية في هذه المباراة. 3 دقائق من وقت بدل الضائع، تبقى منها تقريبا 1:10 وهذه آخر المحاولات آخر الهجومات من السماحي. المحاولة اليائسة من المولودية مباشرة ولكن مرة أخرى لسوء حظ المولودية كرة أخرى تصطدم بالجدار البشري وتصطدم بلاعبي الاتحاد. والنتيجة الآن تشير إلى 5 أهداف قبل ثوان عن نهاية المباراة، عن نهاية المواجهة، عن نهاية المباراة فيها 6 أهداف كاملة. مباراة شفنا فيها الإثارة وفيها الندية وفيها الجرأة واللعب الجميل من جانب واحد من جانب فريق اتحاد العاصمة الذي متعنا في الحقيقة اليوم بالأهداف الخمس وباللعب الجميل، ولكن أمام فريق تقريبا تميز برعونة كبيرة في الدفاع وتميز فريق لم يقدم شيئا يشفع له اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية بملعبه
عمر حمادي ببلوغي للاتحاد في آخر الفرص في آخر اللحظات. محيوس الاتحاد يضيف هذا يريد هدفا سادسا، محاولة التوزيع والتمريرة السادس يضيع، السادس يضيع أمام بن غيت عبد الرؤوف صاحب الهدف الخامس، والهدف السادس يضيع في هذه اللحظات. والحكم عرف في هذه الأثناء يعلن عن نهاية المباراة بفوز عريض، بفوز ثقيل لاتحاد العاصمة بخمسة أهداف لهدف واحد، وأمام حيرة خير الدين مضوي الذي لم يكن يتوقع بلا شك هذه النتيجة العريضة. إذن الاتحاد بهذا الفوز يتصدر ترتيب الرابطة المحترفة الأولى رفقة شبيبة القبائل ب 22 نقطة ناقص مباراة ورصيد